هذه المرة الرابعة على التوالي أعلن لمتجر عزيز لأنه آمن ومضمون من الباند والثقة 100% وخدمة على مدار اليوم ل 24 ساعة يقبل جميع طرق الدفع من ضمنها الباي بال. كل التفاصيل تحت في الديسكريبشن. قبل لا نبدأ جماعة الخير حاب أقول لكم شيء، أنه أولا الانترو جماعة الخير الجديد هو من نفس الديزاينر اللي سواه لنا إياه أنا وبندريتا وريزو وعزيز وسام ستة، فنفس الرجال هو سوى البندريتا. أنا قلت له أبغى انترو مشابه حق بندريتا. طيب راح يتغير وقت تنزيل المقاطع جماعة الخير، راح تنزل غالبا بعد السحور، بعد السحور وتحت أوكي، يعني من بعد الساعة 3 إلى بعد الفجر، يعني يكون يا بعد السحور يا بعد صلاة الفجر أوكي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد الحلم المفقود، الحلقة رقم 10. إن شاء الله أني خمنت صح. طيب الحلقة الماضية لعبنا 3 مباريات اللي هي مباراتين كاس ومباراة لعبناها بداية في الدوري. نعم أوكي، عندنا مباراة ضد ساوثهامبتون وبعدين في الكاس ضد مانشستر يونايتد. هذا كاس يا شباب، ما أدري على أي حال يا عيال. إحنا سوينا تصويت في الحلقة الماضية وقلنا يا شباب وش تبون نلعب، نلعب المباريات القوية والمتوسطة أو نلعب القوية فقط؟ أغلب الشباب أو أغلب التصويت راح نروح نلعب المباريات القوية والمتوسط. ساوثهامبتون كم مركزه يا شباب؟ ساوثهامبتون يا اخوان مركز الثاني، مع انه بداية الدوري حنا ولسه صعب تحكم على الاندية. هو قال لي انه ساوثهامبتون المباريات المهمة، خلنا نلعبها ليش لا، ليتس جو يلا. لا تنسون تضغطون زر اللايك يا جماعة الخير، تشتركون في القناة اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات وهيا بنا ليتس جو. شوف طاقات الفريق يا اخي، قسم بالله يوم كنا مع الاتحاد ومع المنتخب ما في زي كذا. يس الله اكبر، النجم الاول يا ولد. ان شاء الله باذن الله نغطي على صلاح ان شاء الله. يعني ساوثهامبتون ما عندهم نجوم في ويمبل ستاديوم، غريبه ساوثهامبتون، هذا مو ملعبهم يا عيوال. اوكي ليتس جو يلا يلا يا ابو علي يلا. لا 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 لا. اوكي صح له ليتس وشو عيال، ايش الكلام هذا؟ صح لك معتز هوساوي يا عيال، نلعب مع ساوثهامبتون. الله يا معتز يا كبير يا عالمي. افهمني المصاب؟ اوه سلامو سلامو انت ولد، ما تشوف شر ما تشوف شر، عساك طيب ان شاء الله، ان شاء الله ما يهرب. اوح اوح يا يعني ام الضربة يا ولد. لا كبير يا فورم، دفاعنا ابو كلب. روح يا علي، علي الله ياخذك. يلا دام جرب استخدام قوة أقل. طيب يا أخي قدمي ضعيفة، إيش أسوي؟ لا يا شيخ بلنتي، الله ياخذ الشيطان، إيش فيكم يا عيال؟ تكفى يلا يا أحمد، أقسم بالله العظيم المربعين أبو كلب هنا في ال... يا أخي صلحوه هذي تقهر. يلا الله 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 عليك يا شيخ، ليتس جو يا حبيبي في قلبي يا جمهور توتنهام. بعدين تقولون انت مزنا ولا اناني ولا ذي، هذه هدف في يا اوكي. اما واحد واحد مع ذول الزرايب، وين تركيز يا شباب، تركيز تركيز الله يستر الله يا فري، ايش اسوي انا مالي دخل، انا مال امي دخل في ذول السبايك يعني. يلا احمد والله اني ما قصرت، اروح ادافع لهم يعني. طيب ضد مانشستر يونايتد في الكاس يا اخوان، ليتس جو. يعني وزنيتها هنا في التدريبات ممتازة، نخش الملعب تطير الكورة. هذا مين يا شباب؟ من هذا؟ عوال هذا من؟ برضو في ويمبل ستاديوم، ليتس جو يا شباب في الكاس، هيا بنا يلا يلا يا شباب، الهمة ثم الهمة. لا تقول لي جاتني إصابة. ارحم أمك، قوم يا شيخ. احتك مع فليني، احتك مع العمارة ذي. لا روحت روحت يا شباب. كان يمثل، الله يرج إبليسك يا شيخ، الله يرج، كان يمثل يمثل. يلا يا اخي شايفين كيف فليني جول صح؟ داري داري
اح عاد فليني مرة فليتها ترى. يا شيخ سريع يلا يا احمد. جولاسو الله 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 الله. تحية جمهورية احمد شو ليتس جو. يجي مربعين غصب يا شباب اقسم بالله يا عيال احلف لكم انه وزنيتها غير في الاونلاين وغير هنا في الكارير. لما روحي علي روحي علي تكفى تكفى يا علي الله ياخذ ايش شيطانك يا علي والله اني سويت المستحيل يا عيال. بعدين اناني يا احمد ها احنا عطينا علي هنا ولا استغلوا فرصه. راح فاول يا الله يا الذنب دافع دافور ذا من هو برا يا شيخ الله ياخذ او بقبط اخا ما خصم والله العظيم جانا. تعال فرمايلن والله ايش جاب امك فوق اصلا. لا نتجحفل لا يشوت اخوان ماتوا. نعم في اشواط اضافيه ليتس جو حبيبي يلا. لا لعب عليك اشوه روح احمد هرب 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 والله بقبض روح احمد روح الله 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 وخروخ. خلنا نرقص خلنا نرقص يا بوي. هلا سلام 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 حلوة يعاني. لا الله الله عطقطقة. سلام 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 وتأهلنا إلى الدور القادم. يا الله يا أخي والله مباراة تعب يا ولد تعب. يلقب يلقب مرينو يا كريه يلقب. أهم شيء في كل مباراة نجيب ثلاثة خضر من اللايكات والنجوم ودس لايك واحد ما يخالف. أخذ جائزة الشهر أخذ جائزة الشهر يا ولد. الله عليك يا محمد يا مجنون والله. بما أن الكرف اللي كرفناه في المباراة الماضية شباب فايت ضد كريستال بالاس ما راح يعني فريق متوسط وفي نفس الوقت تعبان. أنا تعبان يا إخوان. يا مانشستر يونايتد كل شوي يطلع لنا بس لازم نلعب معاهم ذي المباراة وترتيبنا حن 11 بس باقي مطولين لسه تو ليتس جو. يلا يا الله وين بالاستاديوم ما أدري إيش القصة. ملعبنا ولا ملعبنا هو يا شباب ولا ملعبنا خربان قاعدين يظبطوه كذا ولا إيش عيال. من ذا أبو برطم اللي جنب الحارس؟ من ذا اللاعب؟ أول مرة أشوفه. اللعيبة يكلمون بعض عيال بكا حركات والله. لا اوكي هذا ميرتنز يا شباب البرتغالي. عرفته خلاص عرفته. رجع لي يا اريكسن انبساطك ابو كلب. ايوه استر اوكي حقيقة يا اخوان الشوط الاول ما كان في شيء يذكر غير هجمة مانشستر. يلا يا ابو حميد يلا احمد يا الله ضربت في رجل اللاعب يا حكم يا مدرب. لا والله حواله مني. استر يا رب استر يا رب. اوكي كبير يا فيكتور دييت صح. روح احمد روح ها حلو. يا شيخ ما استحق اللايكات دي. تدرب يا شيخ الله يرجعك. المهم اني حققت اهدافي يا شباب في الجوله هذه اللي لعبناها وكل شيء تمام يعني سجلت اكثر من هدفين وجبت معدل فوق 3.8. عموما المباراه الاخيره اليوم في هذه الحلقه يا جماعه الخير في دور الابطال ضد اتلتيكو مدريد. مجموعتنا فيها باير ليفركوزن وسبيرس وسلتيك واتلتيكو مدريد. مجموعه ما هي صعبه مره. اوكي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين على بركه الله المباراه راح تكون على ارض اتلتيكو مدريد. ليتس جو يلا بسم الله. اوكي ترى فريق صعب هيبن. يلا سلام حلو. يلا يا احمد يا الله جميله. يلا يا علي يا شيخ. ناول يا احمد نا ها يا الله تطول سيء.
لأن ما سجلنا حتى لو كنت مأدي. كراسكو خطير ترى، كراسكو والله من جد خطير كبير يا. لا تكفى يا ولد، أشو يا بشر يا مسلمين، أوف أوف يا 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 أخوان إيش هذا؟ أقسم بالله هذه مفترض هدف. يا الله على الجول اللي راح، كبير يا لوريس، إيش ذا يا سبايدر مان؟ حلو احمد يا الله يقول لك سجل 30 هدفا باستخدام قدمك الضعيفة عشان يعطونا نجمة زيادة في القدم الضعيفة. ايضا يقول لك سجل 10 اهداف من حركة من الهواء باستخدام قدمك الضعيفة، وهنا يقول لك سجل 5 اهداف من